عندي كوب كزبرة وشبت، كوباية كزبرة وشبت، معلقة عصير ليمون، معلقة دبس رمان، بصلة مفرومة، بصلة مفرومة، بعد كده معلقة ثوم، بعد كده نص كوب حب الرمان، معلقة زبدة وزيت، ملح فلفل، هقدم الكلام ده مع رز الأبيض. في ناس ممكن تحط الخبزة كام كده يعني حبات رز بتاع حوالي كده عن معلقة رز معاها مع الشوربة علشان تديها يعني سماكة وتبقى شكلها كويس، لكن احنا مش هنحاول نعمل كده، نكسر. ماشي؟ فأنا النهاردة مع بعض هنشوف مع بعض ازاي هنعمل عندنا الخبيزة. أول حاجة عندي في الخبيزة لازم يكون عندي شوربة، هنقدمها النهاردة مع الدجاج. لازم يكون عندي شوربة بتغلي أهي ومسوي فيها عندي صدور الدجاج، أو مسوي عندي فيها دجاجة أو نص دجاجة، وات ايفر إيه. بعد ما أسلق عندي الدجاج ده كده ماشي، بقوم واخده عندي مطلعه عندي في طبق ولا حاجه، وابدا النهارده استخدم عندي الشوربه ديت، هي دي اللي هعمل منها النهارده الخبيزه، وهتبقى احلى النهارده ان شاء الله خبيزه ممكن ناكلها. يبقى انا كده سلقت عندي الدجاج بتاعي اهو زي ما انتم شايفينه كده، بعد ما سلقته عندي بورق لورا وحبان وكرفس، ورق لورا وحبان وكرفس، لو عندي مثلا بصلايه كمان، سلقت عندي الدجاج اهو قدام حضراتكم. بعد كده عندي احلى شوربه هعمل منها الخبيزه. بعد كده بجيب حله عندي على النار، اديها معلقه زبده وزيت، ادي زبده بسيط جدا اهو، وادي الزيت اهو، وانزل بالبصلايه بسرعه كده معايا اهو. البصلايه عندي مش هتلون، يا دوب بصل بصل وتوم كده، يا دوب بس عندي تظهر عندي النكهات، يا دوب تظهر عندي النكهات. اقلب الكلام ده كله مع بعضه كده اهو كده، ماشي، نقلب كده زي ما انتم شايفين كده، نقلب البصل مع الثوم مع بعض كده اهو. قلت مش هتلون معايا، مش هتلون معايا خالص زي ما انتم شايفين كده. بعدين اقوم جايب عندي الخبيزه يا دوب كده تلف معايا لفتين، اخدها كده عند الحاره كده واشممها هواء سخن، ماشي كده اهو، يا دوب عندي بس لفتين. وحد عارف الخبزه ولا لا؟ عندك ورقه كده خبزه كريم سليم؟ مفيش. طيب ادي ورقه الخبزه اهي، شكلها اهو بالشكل كده اهو، معلش كان المفروض كريم يسيب كام ورقه كده، شكلها كده اهو ورقه الخبزه اهي، بناخدها نقطفها ونغسلها كويس جدا جدا ونشتغلها اهي، شايفينها؟ احطها هنا كده كمان على اذنك يا اسامه بعد اذنك اهو، قدام حضراتكم اهي ورقه الخبزه اهي، ماشي. نقلب كده تقلبتين، الله ينور يا اسامه عليك، زي ما انتم شايفين كده اهو معايا كده، نقلب كده اهو كده. اول ما نقلب كده بنحس بايه على طول؟ الخبزه عندي بدات اهي تنزل خالص الكميه الهشه دي قوي، لو حبينا اعبيها بعد كده مش هتجيب كوبايه او كوبايه تقريبا اهو، عايزك كتري عن كده كتري اهو. وبعد كده مباشره اديها عندي الكزبره، وادي الشبت مع بعض كده، او كزبره وبقدونس مع بعض كده اهو، نقلب كده اهو، واقوم جايب عندي ادي الشوربه بتاعتي بتاعت الدجاج اللي انا سويت فيها صدور الدجاج او دجاج عندي كده، واسيب خبزتي دي كده ماشي تبدا تغلي معايا، مش كتير والله، مجرد بس غلوه اتنين. في نفس الوقت هقوم جاي واخد عندي صدور الدجاج ديت، وهبدا اقطعها واحطها على الخبيزه ماشي. يبقى انا الخبيزه تقدم مع ايه؟ ممكن تقدم مع الرز الابيض، وممكن تقدم مع الرز اللي هو دقن الباشا، وممكن تقدم مع العيش، عايز اكلها باي شكل من دول اكلها مفيش مشكله. اخد عندي صدور اهي يا مدام لمياء، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ مها. اهلا مدام لمياء، اهلا بيك يا استاذ. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، متشكرين على الحاجات اللي بتقدمها لنا. الله يخليك يا استاذ. بص حضرتك، سبق وحضرتك عملت العيش الشباتي اللي هو بالدقيق والرده. تمام. وحضرتك قلت ممكن تجيب الدقيق الاسمر. تمام. وبعدين اما عملته حضرتك، طبعا الدقيق الاسمر بيبقى فيه مش دقيق ناعم. تمام. بيبقى فيه حاجات حبيبات كده قشر من القمح. تمام. وبعدين ما عملته بقى ايه؟ مقبش معاك. مقبش مقبش فوق. مقبش معاك. اه تمام. فايه انا عملته في طاسه
قلت طب اعمل خميره، ممكن اعمله خميره وادخله في الفرن. اه ممكن، وتفرديه زي العيش السن او قوي، يبقى زي الفل، يبقى زي الفل وجميل جدا ومفيش مشكله خالص خالص. هاخد جزء عندي من دي كده، من الفراخ دي، واحطها برضو عندي في قلب الخبيزه عشان انا عايز اضربها معاها، والباقي هحطه مع الباقي الدجاج بتاعي ده، هحطه مع الخبيزه كده قطع صغيره، بحيث اللي بياكل يبقى لاقي عنده ايه، يلاقي عنده قطع من الخبيزه، قطع من الدجاج موجوده في قلب الخبيزه، ما تبقاش كلها متقطعه. نقلب كده مع بعضه، نظبط ملحنا، ادي الملح اهو كده، واحط شويه فلفل كده يا نورهان. وجايبين احنا هنا نورهان ايه بقى؟ جايبين عندنا ليمون ودبس رمان. نورهان سلام عليكم. سلام. اهلا بيك يا ست كل، اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت يا شيف، عايز اعرف اللحمه المتبله بتتعمل ازاي؟ تشويها يعني؟ اه. حاضر عينيا. تتبيله اللحمه المشويه، حاضر عينيا، نقول لك عليها. زي ما انتم شايفين كده اهو، هتغلي معايا اهو. هجيب عندي مكسر كده اهو، وابدا اخد الكلام ده واشتغله على طول. يعني ايه اشتغل على طول؟ يعني اخد دي كده، كان زمان بيعملوها بالمفراك، بس طبعا ما عادش في مفراك، الدنيا اتقدمت دلوقتي، ولا موجود هنا دلوقتي؟ والله لو موجود كنت ممكن احاول اجرب تعمل ازاي. ناخد كده. ليه بتتعمل بالمفراك؟ ليه؟ لانها المفروض اساسا ما بتبقاش مهريه قوي. طعم الخبيزه بقى بدأ عندي اهو بعد عمليه الضرب دي. طب انت بتقول دايما يا شيف محمد لما تحط المكسر ده اعمله زاويه 45 درجه هيلف معايا. الحله مش مليانه، لو مليانه شويه جايبه لغايه هنا، جايبه لغايه هنا، ممكن اخلي عندي المكسر بزاويه 45 درجه هيلف معايا. انا كده لو عملت كده هيطرطشني. يعني بص يا جماعه اهو هيطرطشني انا، لكن هو لو عندي الشوربه عندي او الحاجه واصله لغايه هنا، فممكن بزاويه 45 درجه بلاقي الحله نفسها بتلف معايا والقطعه بتيجي عندي، فانا مضطر ان انا اعمل كده. ارفع ايدي شويه كده. انا عايز اوريكم بقى تبقى سمكها عامل ازاي. من الحاجات الجميله جدا، انا مش عارف يعني، احنا دايما نركز في الملوخيه، ملوخيه من طبعا ملوخيه غنيه بالحديد ومن الحاجات الممتازه جدا جدا، واكله مصريه قديمه من ايام الفراعنه كمان ماشي، لكن احنا دايما مش عارف ليه بنركز دايما في الملوخيه وتركين السبانخ تماما ان احنا ما نشتغلش فيها او نتكلم عنها خالص. هناخد بعد كده نجرب بكبشه كده ونشوف اخبارها ايه عندي، او بمعلقه زي دي كده اخبارها ايه عندي كده اهو. شوف القوام بتاعها عامل ازاي يا جماعه اهو كده. وابدا ده كمان شوط شوربه تاني صغيرين، ده انا هوريكم قوامها تاني. اسف يا عم اسامه. حاضر كده، بص كده ادي قوامها اهو كده اهو. شوف القوام عامل ازاي اهو، زي ما انتم شايفين كده. ببدا اديها عندي شويه شوربه تاني تغلي معاهم، واول ما تغلي معاهم ابدا احط لها قطع الدجاج دي، قطع اهي من الدجاج انزلها معاهم تاني، علشان الدجاج ده يحصل له ايه؟ ان هو اللي ياكل عندي خبيزه ياخد معاه يلاقي فيه قطعه من الدجاج، وكده خبزتي تقيله مش محتاجه احط لها رز خالص، حفنه رز ولا حاجه، ولا محتاجه احط لها اي حاجه. اول ما تغلي معايا هبدا اديها ايه بقى؟ بص يا جماعه، ابدا اديها عندي عصير الليمون ودبس الرمان، ادي دبس الرمان كده وعصير الليمون احطه في الاخر، هتديني مزازه طعمها هيبقى حكايه قوي. عايزكم تجربوها بدبس الرمان يا منوها. وعندي كمان اهو منوها، سلام عليكم منوها. طه، ام طه. ايوه، ربنا يخلي طه يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليهولك يا رب. ربنا يحميك. اتفضلي يا ست كل، اتفضلي، ربنا يخليك. وادي عندي، اتفضلي يا ست كل، معاك سامعك اهو. لو سمحت عايزه طريقه الذره. حاضر عينيا، ربنا يخليك. عينيا يا ست كل، طريقه الذره عينيا. حاضر، ربنا يخليك. عينيا حاضر، ايديك يا رب. الله يخليك يا ست كل، مع الف سلامه. اتفضلي يا ست كل. طبعا اكيد في ناس بتسمعنا، عايز كبشه من فضلك، مش لاقي ولا كبش هنا. اكيد في ناس بتسمعنا
اكيد في ناس بتسمعنا وما تعرفش يعني ايه ضره. يعني انا عارف كويس جدا ان اكيد في ناس بتسمعنا ما تعرفش يعني ايه ضره. كلمه ضره اللي هو السدي بتاع اسف اعزكم الله يعني الجاموسه او البقره اللي ولدت اسمها ضره، فبتبقى اسفنجيه لما بتذبحها تتذبح مثلا بتكون مثلا بترضع ولا حاجه بنلاقي الضره اسفنجيه كده، حتى لو مسكناها ممكن تنزل منها لبن. بناخدها عندنا نحطها في ميه بتغلي، خلاص ده كده عندي خبزه خلاص كده ابدا اغرفها عندي في طبق ماشي، ورز عندي اهو شوف اخباره ايه. بنبدا ناخدها عندنا الضره ديت، ادي الرز عندي اهو زي ما انتم عارفين احتفقنا خلاص الرز بتاعنا بنعمله على مره واحده اهو، الرز بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده ماشي كده اهو، نغرفها معاها. بناخدها عندنا نحطها في ميه سخنه بتغلي مع ورق لورا وحبان وبصلايه نسلقها بمعنى اصح يعني، وبعد كده نقطعها طرنشات رفيعه جدا جدا وتحمر زي الكبده مع بصل وممكن توم وممكن شويه خضار كمان، وتاكليها بالهنا والشفا. بس هنصحك ان انت بلاش تكتري منها قوي لانها برده تعتبر دسمه شويه، تعتبر عندنا دسمه شويه. اخد عندي كده وابدا اغرف الطبق الجميل بتاعنا ده اهو اهو، ادي الخبزه بتاعتي الجميله دي اهي، عندي بحبات الرمان اهي، كمان الرمان هيديها طعم خطير جدا، عايزكم تجربوه برده ان شاء الله كده اهو، قطع الرمان ظاهره فيها اهي كده، كمان شويه رمان كده بالشكل ده، امسح الطبق بتاعي واقدمه مع الرز الابيض او رز دقن الباشا. عارفين رز دقن الباشا يعني ايه؟ يعني بجيب رز اعمله حبايه وحبايه، احمر شويه رز وبعدين بعد كده اخد الباقي احطه عليه واعمله. هعرف الرز بتاعي ومخرجنا الجميل استاذ اسامه بيقول لي يا ريت بريك، فايه رايكم نطلع فاصل صغير قد كده ونرجع تاني. عندنا ادي الرز عندنا غرفناه مع الخبيزه، والخبيزه قدمناها مع حب الرمان ودبس الرمان وعصير الليمون وقطع الدجاج ماشي، وكان الموضوع سهل جدا جدا جدا. خبيزه عندي وكزبره وشبت، خبيزه وكزبره عندي وشبت ومرق الدجاج او شرب الدجاج وبصلايه وتوم، وقدمناها زي ما انتم شايفينها كده قدام حضراتكم، يا رب تعجبكم.